الفيلم ديالنا كيبدا بسيلة مع اختها تامارا اللي كتبغيها واكثر وحده قريبه ليها، وهما عايشين في قبيله كلها بنات وعيالات وما فيهاش الرجال من غير واحد مسمينه الراعي، وهو مجوج العيالات ديال القبيله كاملين، واي بنت كتوصل لوقيته ديال الزواج هو اللي كيتزوجها، والقبيله كامله كتسمع لهدرته وما يقدروش يقولوا له لا على شي حاجه قالها، واي حاجه دارها ولا قالها فهي بالنسبه ليهم شي حاجه مقدسه، وهو مفهمهم انهم عيشهم العيشه اللي غادي تخليه راضي عليهم، وهكا غادي يدخلوا للجنه والعياذ بالله. والعيشه ديال الناس اللي في العالم الخارجي غالطه وتابعين فيها الدنيا وبعيده على الرضا ديالو. وهنا كنشوفوا سيلة كتهضر مع الراعي وكتسولو على امها حيت ماتت وهي صغيره، وتال دابا ما عرفاش امها كي دارت تماتت. الراعي قال لها امك كانت زوينه بزاف بحالك وكانت كتبغيني بزاف وكدير الهضره اللي كنقول لها كامله، وماتت حيت انا كنبغيها واختاريت ليها تكون في الجنه. وموراها سيلة كتمشي تشوف الخدمه اللي تابعها واحد البنت قد سيلة في العمر ولكن ولات مزوجه بالراعي، بدات كتهضر عليه كيفاش كيبغيها وكيقول ليها انت امراه مثاليه. سيلة شداتها الغيره وبدات كتهضر معها ما مزيانش، وكانت بنت ثانيه تما وقالت لسيلة اخر مره تهضري ما مزيانش مع الزوجه ديال الراعي. هاد الهضره ما عجباش سيلة، فبداو داك الساعه كيدابزوا، ودخلت الام ديال البنت وشافتهم. بنتها مشات وقفات حداها وبدات كتشكى لها بلي سيلة كتضربها. الام قالت ما يصلحش تكملوا هاد الخدمه بجوج، وقالت لسيلة كملي الخدمه بوحدك. سيلة طلع ليها الدم حيت ما عندهاش امها اللي تدافع عليها وتجيب ليها حقها بحال البنات التانيين، وهي فوق هادشي غادي تخدم الخدمه كامله بوحدها، ولكن ما عندها ما دير فخدمات داكشي باش الراعي يرضى عليها. ومشات في الغابه توصلت لواحد الكوخ مظلام وفيه جوج عيالات، وحده منهم شدات الماكله اللي جايبها سيلة وقالت ليها المره الثانيه صايمه وما غاديش تاكل باش تكفر ذنوبها كيف ما قال ليها الراعي. سيلة جاوباتها خاص الهضره ديال الراعي هي اللي ديرو باش ما يتقلقش منكم. وداك المره جاوباتها انت كتشبهي لامك حتى في التفكير ديالها وما غادي تفهمي والو حتى تجي نوبتك. في الليل سيلة كتطل من السرجم على الراعي وكتشوفو مع امراه من عيالاته، وفي النهار الثاني سيلة كانت واقفه بوحديتها وشافت الدم فخافت وتلفات، ولكن فهمات انها وصلت للسن ديال الزواج وقررت ما تقولها لتا واحد. وبالليل كانت كتطل من السرجم كيف ديما وشافت الراعي مع راجل واحد اخر، وكانت هذه اول مره تشوف راجل ثاني من غير الراعي، فعرفت انه كاين ناس ثانيين عايشين قراب ليهم، وفهمت داك الساعه علاش الراعي ديما كيقول الكلمه ديال العالم الخارجي وهو كيحميهم منه. في الصباح الراعي جمع القبيله كامله وقال لهم غادي نمشيو من هاد البلاصه حيت العالم الخارجي عرف بلاصتهم وغادي يديوهم منه وهو ما غاديش يقدر يحميهم الا بقاو. سيلة كانت ما فرحاناش حيت غادي تخلي البلاصه فين تربات، وشافها الراعي جالسه بوحديتها وما فرحاناش ومشى يهضر معاها وقال لها انت اكثر وحده مؤمنه في البنات، وهو عوال عليها حيت عارفها قويه ولا ينيش له بها الراعي. المهم نكملوا. مشاو من البلاصه مسافه وعياو وجلسوا باش ياكلوا كاملين من غير المراه اللي كانت في الكوخ، كانت جالسه بوحديتها في واحد الجنب والراعي كان كيشوف فيها وهو كيبتسم. في الصباح كملوا طريقهم وهما غاديين لقاو دار ما ساكن فيها حتى واحد، ودخلت ليها سيلة ومعها البنات ولقاو فيها تلفازة قديمة وطابلو معلق وبزاف د الحوايج أول مرة كيشوفوهم. داك الساعة جا عندهم الراعي وقال لهم ما خصكمش تدخلوا لهاد الدار حيت صوبوها الناس في العالم الخارجي وهكا الإيمان ديالكم غادي ينقص، فخرجوا من الدار وفي الليل نعسوا حداها في الغابة. سيلة تسلتات ومشات دخلت للدار وبدات كتفرج في داكشي اللي لداخل ديالها. وفي الصباح منين كانت سيلة جالسة البنات عرفوا أنها وصلت للسن ديال الزواج. موراها سيلة مشات هضرات مع المرأة اللي كانت في الكوخ وقالت ليها شنو درتي باش الراعي يتعامل معاك هكا، فجاوباتها منين كبرت في العمر صافي الراعي بقى كيقول عليا راكي شارفة وقطع لي شعري وكيدير هكا باش يتزوج وحده من البنات في بلاصتي. سيلة بدات كتدافع على الراعي وقالت ليها انا ما متيقاكش. المرأة جاوباتها تام قالت نفس الهضره. سيلة طلبات منها تعاود ليها على امها حتى واحد ما بغى يعاود عليها شي حاجه. المرأة قالت ليها امك كان زوينه بزاف وانا وامك جينا للقبيله في نفس الوقيته وكان الراعي معيشهم حياه بحال ديال الاحلام، وقالت ليها باللي كانت كتغير من امها. سيلة داك الساعه قالت لها اذا فرحتي منين ماتت؟ المراه جاوباتها لا امك منين ولداتك عيات ومرضات والراعي قال باللي هادشي امتحان للايمان ديالها وما بغاش يديها للسبيطار وخلاها تموت. موراها سيلة وصلها الخبر باللي الراعي عرف باللي هي وصلت للسن ديال الزواج وقريب غادي يتزوجها. وفي النهار الثاني القبيله كتكمل طريقها، وفي الطريق وحده حامله عيات بزاف وقالت ليهم هادي ماشي الوقيته ديال ولادتي مازال الحال عليا وداك المراه ولدات دري وماتت.
الراعي حرق الجثة ديالها فاش ماتت. العيالات والبنات كانوا مقلقين من الراعي، وسيلة تيقات داك الساعة الهضرة ديال المرأة وعرفات أن الراعي هو سبب موت أمها. كملوا طريقهم، ولكن سيلة لقات باللي المرأة ما غادياش معاهم ورجعات وقالت ليها علاش ما غاديش تمشي معانا. فجاوباتها الراعي غادي يخلي التربية حدا الجثة ديال أمه، والتربية ولد، والراعي ما كيخليش يكون في القبيلة راجل واحد آخر من غيره. إذن أنا غادي ناخد هاد الدري وغادي نربيه، وأنا عارفك قوية، إذن تهلاي في راسك وفي خوتك الصغار. وخلاتها ومشات. سيلا كملات المشي مع القبيلة وعياو من الطريق، فقلتوا يرتاحوا. تمارا داك الساعة قالت للراعي باللي شاف الطريق مزيانة يقدروا يمشيوا منها. الراعي قال ليها دابا انتي باغا تقيدينا، وضربها بزاف وجرها على الأرض وقال لها انتي عمرك غادي ترجعي مرتي. سيلا كانت معصبة بزاف منه ومن هاد الشي اللي دار، وعرفات راسها كانت غالطة منين كانت كتطيق شنو كيقول. موراها وصلوا البلاصة فيها بحيرة، وقال لهم الراعي هذه هي البلاصة فين غادي نعيشوا، واستقروا في ذاك البلاصة. وفي الليل هما جالسين، تمارا قالت لوحدة من العيالات شنو تبغي تاكلي. فجاوباتها الأمهات صايمين حيث غدا غادي يتولدوا كاملين مرة أخرى. البنات ما فهموش شنو كتقصد. في الليل سيلا جلسات مع البنات في الخيمة وقالت لهم أن الراعي واحد الشخص ظالم وما كيهموش شي حد من غير راسه، وبغينا نبقاو نخدموا عليه وصافي، وهو ما كيحمينا ما والو. البنات كانوا خايفين للراعي يسمع الهضره اللي كتقول سيلا. وفي صباح النهار الثاني البنات فاقوا وكيقلبوا على الامهات ديالهم وما لقاوهمش، ومشاو للبحيره ولقاو الحوايج ديال العيالات مرميين على الارض، والراعي جالس وقال لهم راه قتل الزوجات حيت الاله باغي هذا الشيء، وانهم غادي يرجعوا يتولدوا عاوتاني منين غادي يتغفروا الذنوب ديالهم. وزاد قال لهم انتوما دابا اللي غادي ترجعوا الزوجات ديالي. وعيط على سيلا وقال ليها انتي من دابا وليتي وحده من العيالات ديالي. ولكن سيلا كان طالع ليها الدم منه ومعصبه بزاف فما بغاتش، وقالت ليه انا عارفك انت راك ماشي اله وما كتحميناش. فتعصب وجمع معها بتصرفيقه وهي رجعات صرفقاته. داك الساعه البنات كيهجموا عليه وكيضربوه باش ينتقموا للامهات ديالهم. سيلا هزات حجره وضرباته بها لراسه فمات الراعي. مراها البوليس جاو وشافوا العيالات ميتين وتلجوا تصد الراعي، وسيلا ولات هي القائدة ديال القبيلة وقررت تحضي خواتاتها وتهلا فيهم ويعيشوا حياة طبيعية. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وشاركوا معنا في التعليقات كيف جاكم الملخص، وتفرجوا في الملخصات الفايتة، وديروا اشتراك في القناة باش تفرجوا في الملخصات الجاية. تهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي.